بهاء الدين مستثمر سوري عمل قرابة 10 سنوات في الخليج، لكنه تحول إلى أربيل في السنتين الأخيرتين بعد تأكده بوجود الأيدي العاملة من أبناء بلده، حيث جودة عملهم فضلاً عن مهنيتهم في خبرات آليات تعاملهم مع الزبائن، بحيث أصبح للزبون العراقي في أربيل أن يتردد إلى ما بات يعرف به المطعم السوري أو الفندق السوري أو حتى الورشة السورية في مهنة معينة. عندي أنا أكثر من 86 موظف سوري ككادر تشغيلي بحت موجود عندي أنا بالمحل، وفي عنا نحن المطعم الثاني كمان إن شاء الله عم قريبا بعد فترة قصيرة كتير إن شاء الله بدنا نفتح المحل الجديد، كمان عندي 30 موظف إن شاء الله هن كمان سوريين موجودين عندي، ومنحاول قدر الإمكان نستقطب أكبر عدد من العمال السوريين الموجودين هون بكردستان أنه نحن نشغلهم عنا بهذا. بصراحة هن عم بيعانوا كعمال وموظفين سوريين موجودين هون بيعانوا من مبدأ المادة أو أجرة العمالة، يعني في رخص بحث بهذا الموضوع. بالتالي نحن كمستثمرين سوريين موجودين بكردستان نحاول بأي طريقة نساهم بمساعدة هدول العوائل أو هدول الأشخاص، هؤلاء الناس اللي عم يشتغلوا بي عندي أنا كشخص، ولو أنه كل مستثمر سوري موجود هون عم يفكر بنفس تفكيري وبنفس النظرة اللي أنا عم شوفها كمساعدة لها هدول الموظفين اللي عم يشتغلوا عنا نحن. وبعد تدفق المستثمرين السوريين من الخارج إلى أربيل، أصبحت الكثير من الشركات ودور العمل سورية بامتياز من حيث الأيدي العاملة والخبرات الموجودة فيها، على غرار الاستثمار التركي والإيراني وغيره في كردستان العراق. لقيت ترحيب كتير كبير من حكومة إقليم كردستان ومساعدة كتير كبيرة، وبنصحهم، بنصح كل مستثمر سوري يلجأ لكردستان، الأيدي العاملة موجودة متوفرة بكم هائل سوريين، طبعاً عنا كم هائل من الموظفين السوريين أو العمالة السورية الموجودة اللي هي أساساً بحاجة عمل، ونحن كمان بحاجتهم. ويبقى الإتيكيت وفن التعامل اللبقي للسوريين مع الزبائن والمستهلكين سيد الموقف في عمل السوريين بأربيل. أنه أغلبية الموظفين عندنا سوريين، لأنه بتعرفوا أنه السوريين أنه مشتغلين مطاعم، مشتغلين محلات، أنه عنده الخبرة. في الزبائن بيجوا لعنا مثلاً، بيجوا بيعرفوا أنه عندنا موظفين سوريين، بيعرفوا أنه الخدمة مثلاً غير المطاعم، مثلاً في مطاعم أتراك هون، في مطاعم عراقية هون، بس أنه بيعرفوا أنه في الزبائن بيجوا أنه بيعرفوا أنه أصلاً أنه بيجوا بس مشان الموظفين اللي عندنا. في حين كانت مواضيع السوريين قبل 3 سنوات في أربيل مقتصرة على الأجارات وبطاقة الإقامة وما شابه، لكنها تحولت في السنة الأخيرة إلى كيفية تطوير عملهم حتى بات الآن قطاعاً مميزاً بميزاته السورية الخاصة. شيروان ملا إبراهيم، أورينت نيوز، أربيل.